مساء الخير. في 16 من نوفمبر 2018 تعرض سائق القطار عبد الرحيم سماتي إلى رشق بالحجارة قرب محطة قرصو ببومرداس، تسببت له بإصابة بالغة الخطورة على مستوى العينين. في اليوم الموالي نظمت نقابة سائقي القطارات احتجاجا عارما شلت على إثره حركة القطارات لمدة 3 ساعات. كانت المطالبة بضرورة حماية سائقي القطارات حماية حقيقية. برنامج القصة وما فيها لهذا العدد رافقت سائقي القطارات في جحيمهم اليومي. نشاهد هذا الروبورتاج المثير ثم نعود إلى البلاطو من أجل النقاش. تتواصل حرب الحجارة التي أعلنها منذ عقود أطفال ومراهقون عابثون على نوافذ القطارات، ويتواصل معها سقوط العشرات من الضحايا، منهم من قتل ومنهم من يعيش بعاهات مستديمة. نتنقل إلى محطة السكك الحديدية آغا بالعاصمة لنقف عن قرب على حالة القطارات بعد إطلاق الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية صافرات الإنذار لتزايد الظاهرة بشكل رهيب. للأسف يعني في الأونة الأخيرة يعني الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعاني كثير من ظاهرة رشق بالحجارة، والتي تعدت يعني سنويا معدل 250 رشق بالحجارة، ومعدل يعني 30 جارح من كلا الجانبين من العمال والمسافرين. نعم، قطار يخرج من الجزائر العاصمة نحو مدينة أخرى يعني يلصق بالحجارة كأنه خارج يعني عملية انتحارية بالنسبة لسائق القطار. هول ما ترونه يعجز اللسان عن التعبير، فجميع القطارات الداخل والخارج من المحطة زجاجها الأمامي ونوافذها مكسورة وكأنها عائدة من منطقة الحرب. الظاهرة تسببت في خسائر مادية كبيرة تقدر بالملايير، خاصة وأن قيمة القطار الواحد من قطارات الكرد الحديثة يقدر بنحو 11 مليون و200 ألف أورو. 2013 حتى 2017 1270 رشق، هذا يعني كي نقول لك رشق يعني الزجاج تكسر، ما نش نحسبه الرشق اللي ما سبناش، لأن احنا الرشق راهو كل يوم، ولكن اللي رانا نحسبه فيه اللي يكسرنا في الزجاج. يعني إذا قلنا أنه 1270 رشق تكسير تاع الزجاج، يعني أما الرشق بالنسبة بصفة عامة ممكن يفوت 10,000 رشق. تشوف القطار تشوفه مضروب يعني بالآخر، و 1270 رشق في الخمس سنين الأخيرة يعني كلفنا 356 مليون دينار جزائري، يعني ما يعادل 35 مليار و 640 مليون سنتيم. الظاهرة تحتاج فعلا إلى التدقيق، فالقطارات نادرا ما لا تتعرض للرشق بالحجارة. آخرها كان قبل أيام فقط سائقه كاد أن يفقد بصره بعد تكسير الزجاج الأمامي للقطار ودخول بعض الشظايا في عينيه. دخل لاكار تاع لوساندي كوم دابيتود، بانو افونسي كان مفتوح تما الاخر، وعاود ريبروني طلب لا فيتاس تاعي، جوست لحقت لا باسرال تيروا عليا بلوكا من الفوق، كاين باسرال تاع بروسات تما هذيك. بون كنت مهبط الريدو ما شفتش انايا اسكو شكون اللي كان واقف تما، حتى سمعت كلاك مو هكذا الزجاج بدا يطيح في داخل لاكابين. بون تحي حكمك كان شوك دقيقه هذيك، نقص لا فيتاس ومن بعد بون كنت قريب من لوساندي، قلت دو بريفيرونس نكمل ندخل لاكار نحط لي فواياجور تما سيرفيس فواياجور. بون دخلت لاكار كي ماركيت لاري حكم تليفون لي بروسيدير لي تندارو كوم دابيت، عيطت لبوست دو كونترول افيزيتو بور لا دوموند سوكور، قلت له واش كاين على جد دو بيار هذيك، عطيت له لا سيتياسيون ابيبريك كيفاش راهي بلي الزجاج راهو لداخل بزاف في ليطا هذه ما قدرتش نكمل فيها كامل. الدقيقه هذيك ما نكذبش عليك الخلعه تاعها بزاف، تشوف انت عينك في اللعب الدنيا، حكمت تليفون عيط البوست دو كونترول قلت له دي دوموند سوكور. سماتي سائق قطار يمتهن هذه المهنه منذ عشرات سنين، التقيناه بمحطه اغا بالعاصمه وبالصدفه وجدنا بحوزته هذه الحجاره. للاسف الشديد هاي لي كان مخبيها كتذكار، هاي لك
هاي لك حجر اخر للاسف الشديد. هاي القطار متوقف يعني لولا ستر الله هكذايا. تتعرض القطارات في الجزائر للرشق بالحجاره في مناطق عديده، ولكن تزداد حده هذا الرشق في مناطق معينه. هذا قطار كوراديا اقتنته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية منذ عام فقط، مخصص للمسافات الطويلة. قاطراته لم تسلم من حجارة المعتدين. ما يخفى لكمش انه الشركة الوطنية للسكك الحديدية قد يعني اشترت يعني قاطرات يعني مودرن، يعني حتى ان الزجاج تاعها يعني إليتريتي، يعني فيه خصوصيات ويعني وغالي يعني شار يعني حتى الان يعني ان شاء الله بيتاتر دي سي كلكو مو يعني الله فير اون كونفونسيون مع بارتنير الجزائري، يعني هو راح يصنع لنا هاد الزجاج، يعني هذا الزجاج الجانبي. اما الزجاج الامامي وين تاع القائد القطار يسوق، يعني هذاك يعني راه نجيبوه من الخارج، يعني هذاك يكلف خاصه في القاطرات الكره ديال الاخير يعني كلفنا 240 مليون سنتيم، تخيل يعني. اما الجانبي يكلفنا زجاجه واحده تكلف بين 9 ملايين حتى 12 مليون سنتيم الواحده. اننا في الرابع من ديسمبر، الساعه تشير الى 7:30 صباحا، نلتقي حسام بمحطه اغب العاصمه، سائق قطار التحق بالشركة منذ 5 سنوات ليرافقنا في رحلة عبر قطار الكوراديا. يشرح لنا حسام كيف يكون رشق القطارات بالحجارة، السبب الرئيس لتأخر مواعيد القطارات. مام اللي جد في هذا وما راي أثروا على حركة سير القطارات، يعني دوك انت واحد يتلع ترى يكسر له الباربريز تاعو الأمامي، ولا يقدر مام يقيس المسافر فواياجور وصلات ديجا ما قبل، يعني راح يعرق سير القطارات مما يؤدي الى توقف قطار ويؤدي الى كما نقولوا ديبو دو بلانت من طرف الشركه الوطنيه لهذيك المنطقه هذيك. وانت دوك يحبس ان تران في هذيك المنطقه، يعني باين بلي موراه راح يحبسوا ترانات واحد اخرين، وراح يدير مشكل كبير في سير القطارات. وهذيك يعني لو روطار هذاك راح يولي ان كيميل بور لو كونديكتور. لو كونديكتور يسمى مام الكونديكتور الميكانيسيان راح يتساتيرا، انت يدخل يجي دوك سايق قطار يقلع من دارو صباح ربي رايح في نيتو يخدم يولي في مشكله هكذا، زيد له الروطار زيد له الغاشي، ومن بعد هذيك الغاشي ما يفهمش او يعاود يدور عليه يقول له انت ودرت الروطار وكذا. هي سبتها قاعتي كانت وشنو كانت حضرات على القطار ومما ادت الى خسائرها واسمه ماديه. وعبر نفس القطار المتوجه الى وهران نتوقف بمدينه خميس مليانه، من بين النقاط السوداء المسجله لدى الشركه الوطنيه للنقل بالسكك الحديديه. داخل المحطه التقينا سائق القطار الذي يعتبر ان الذين يرشقون القطارات بالحجاره ليسوا بشرا عاديين. بسيكولوجيا بحال هذه يكون نفسيا مريض، لانه على الانسان لما يقايس القطار معناتها ماشي انسان عادي مهما يكون صغير كبير، ما نشوفوش الانسان صغير. حنا نقولوا نروح نديروا تحسيس على مستوى المدارس ولا ما نروحوش المدارس، حنا الانسان هذا اللي قايس ترا على حتى قايس ترا ممكن يكون مشكل نفساني، ممكن يكون حاجه باريزومبل يوم من الايام طلع في القطار والحارس يعني حاوزه ما حبش صابو حارك ترى، يعني كيما نقولوا نا بابي سومبي ايفيكتيمون يحبطوا من ترى، هذا الانسان ياخذها في راسه يوم من الايام يرميها على القطار ولا قيس القطار من روح الانتقام، وهذا مرض نفساني يعني يعم بعض الفئات. وللاسف الشديد الفئه اللي رانا نعنوا فيها الفئه اللي ما عندهاش ضمير. نبحث عن تفسير لهذه الظاهره مع أهل هذه المدينة التي كثيرا ما تعرضت فيها القطارات المارة على حوافها للرشق. الدراري اللي هم يقيسوا الماشينة ما دي بهم مفضلهم، ما مش يقيسوا في هدى ولا، هادو ناس جزائريين كيما هما، فهمت؟ وراهم يخسروا في
ديتنا اللي تاع حكومة وتاع الشعب تاعهم مرزقهم. الناس كبار يشوفوا واحد يقايس ما يهدرش معاه، ما يهدرش معاه ليه؟ لخاطرش يخاف من والديه كاش ما يضروا ولا زيتو. لو كان واحد كبير يقول له شك دير ويضرب الطفل هذاك ويضرب هذاك ولا ايه، تشوف باللي يسقم روحه. يسقم روحه الطفل باسكو مونك ديديكاسيون. ديديكاسيون ما عندناش، فهمت؟ لا من عند الاولياء ولا من عند الشعب. اصابع الاتهام موجهه بالتحديد لاطفال المدارس والقصر. توجهنا الى مدرسه عبد الحميد بن بديس التي يدرس فيها بعض الاطفال الذين يقطنون بمحاذاه السكه الحديديه لمعرفه مدى وعيهم بخطوره الظاهره التي كثيرا ما تسببت في كوارث. ويحسب بهذا القطار ملك الدوله وينتقم منها لسبب ما رب بالك تاع السكن ولا سبب اخر. المشاكل الاجتماعيه يفرغها في المشاكل الاجتماعيه والعيش تاعو، يفرغوا فراغ الغضب تاعو في رمي الحجاره على القطار. تصرف غير عقلاني، وهنا تدخل في في التربيه تاع الوالدين، باش تكونوا عينيهم مغمضه على الوليد تاعهم. فكرش وليد وراه لا راهو في دارهم لا راهو برا، باش ما يكونش عارف. والطفل شغل ما يفكرش، باش هذاك الشيطان هو اللي ياثر له على عقله، يسمى ما يكونش يفكر وما يقول، ما يقولش باللي انا راني نخسر في ولاد في الممتلكه تاع الدوله، ولا انت نقدر نؤذي ناذي اصحابي، ولا ما يفكرش باسكو يفكر غير في نفسه. علاش مول في قيسو؟ شهر. انت ماكش مول في قيس معاه؟ اه. جامي قيسها؟ منين ذاك كي تكون فارغ ما تقراش معاه؟ اه خطره برك. ردود افعالهم كانت عفويه جدا، وهو ما يدفعنا للتساؤل حول دور العائله والمدرسه في هذا الشان. لم يجد اليد التي تساعده، لم يجد من يوجهه الى تصرف او سلوك حضاري. يعني تعود على السلوكات الغير حضارية، تصرفات لا أخلاقية بسبب الصحبة السيئة، وبالتالي ربما احنا في القسم كنا نهضروا على أمور سلبية، بعض التلاميذ يستحون يعني وربما يتأثرون، لكن هل يتغير؟ يعني الأستاذ ليس وحده، المدرسة ليست وحدها، لابد من عوامل أخرى مساعدة لتغيير سلوكات سلبية، وليست الرشق القطارات بالحجارة فقط هي السلوك السلبي الوحيد، هناك الكثير من السلوكات، وبالتالي هناك دائرة كلها تسعى لمحاربة هذه السلوكات السلبية، من بينها الشارع. يعني الشارع نلاحظ أنه غائب، غياب الوالدين يعني عن تقديم التوجيه، يعني ليس هناك حوار داخل الأسرة حول بعض السلوكات والتصرفات. يعني إلى متى الأب بعيد عن هذا الإبن، لا يراقبه، لا يعرف أين هو؟ مثلا هنا في حي الصوامع يعني نناشد الآباء أن يراقبوا أبناءهم، يعني هذا التصرف يسيء إلى مدينة 5 مليار. إن كانت المدرسة مسؤولة عن توعية الأطفال، يبقى للوازع الديني دور كبير لدى الكبار والوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم منها عن الخف، أي رمي بالحجارة، قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا بل يفقأ العين ويكسر السن. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الرمي بالحجارة، إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وقد يكسر السن أو يفقأ العين. لذلك قد يقوم الإنسان بأعمال يظنها هي بسيطة لكن عواقبها كبيرة. إذا قتل بهذه الحجارة، قتل كسر زجاجا وزوج قتل المسافر، كيف تكون ديته؟ كيف يكون يعني لقاؤها مع الله عز وجل؟ ويقول الإمام سفيان أنه ورغم الدعوات المتكررة لوقف مثل هذه التصرفات، إلا أنه يتلقى في كل مرة شكاوي من هذا النوع. أنا والحمد لله في المنابر كل بين الفينة والفينة نذكر الناس بهذه الظاهرة القبيحة، أن يذكروا أبنائهم وينهوا أبنائهم عن الاعتداء على المسافرين. كم من مرة يعني يجي شكاوى من المسافرين أو حتى من قائدي سائق القطار يشتكون يعني من هذه الظاهرة في بعض الأحياء في هذه البلدة أو فيما سواها من 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 البلدية. نحن دائما وأبدا نذكر الأولياء بأن ينصحوا أبنائهم أن لا يعتدوا على القطارات، فالقطارات من نعم الله ومن الملك العام، لا بد من المحافظة عليها.
نعود إلى العاصمة. كان في انتظارنا أن قابي في فيدرالية سائقي القطارات وهو الذي أرهقته هذه الظاهرة. الإرهاب وما أدرك الإرهاب ما عيناش كما عيونا هذه الظواهر الاجتماعية الجديدة. هذه السلطات المحلية لازم تفيق لعمرها باللي كاين ظاهرة راهي تصرى في البلديات تاعها وين يمر القطار، ظاهرة خطيرة وراهي تؤدي بحياة الناس وبمصير تاع عباد الذنب تاعو جاي يخدم، جاي يسوق قطار ولا جاي يركب قطار. ليصطحبنا إلى أحد ضحايا الرشق بالحجارة الذي فقد جزءا من بصره بسبب حجر طائش أثناء قيادته للقطار. جات من برا كسر الزجاج وكدير كاسكيطة ونواضر مزيان لي أمورتات شوية شوك، جات ضربة فيه هنا كدرت العملية الجراحية الأولى هنا تلاقيت عراقيل والحمد لله كما يقول لك الإنسان جات هدرة على كل حال. هذه باش رحنا للخارج درنا إضرابات والإدارة حبس ومازال، ومن بعد كي تراكموا الإصابات اللي الإدارة رضعت كما يقولوا باللغة الله أعلم حطيناها في الأمر الواقع. في حديثنا مع النقابي حسين يحمل السلطات المحلية مسؤولية ما يحدث في مسار القطارات من رشق واحتداءات. حان الأوان ولازم يكون قرار سياسي من أعلى السلطات باش السلطات المحلية هذه تزغد يد في يد مع الشركة الوطنية للنقل السكك الحديدية. باسكو حنا الجانب الأمني ماهوش الاختصاص تاعنا، حنا الاختصاص تاعنا نقل المسافر والبضائع. الاختصاص تاع الأمن عندهم ماليه، حماية الممتلكات عندهم ماليها. كل سائقي القطارات يستذكرون الحادثة التي اهتزت لها الشركة سنة 2004 بمنطقة جسر قسنطينة بالعاصمة، حيث تعرض سائق لقطار البضائع بحجر أصاب مؤخرة رأسه لفظ على إثرها أنفاسه بعدما فقد كمية كبيرة من الدماء. يعني الشاب كان مقبل على حياة الزوجية وكان على ما أظن بقاله شهر باش يتزوج. للأسف الشديد عندما وصل به الوقت ان للاجل يعني نقولوا الاجل الى سيري انترا مالوريزمون تلقى ضربه على مستوى الراس عندما وصوله النقطه الكيلومتريه ما بين الحراش هكذا. وعندما هذا الاخير توصل به الامر يعني نقل الى المستشفى مباشره، يعني سمعنا بخبره انه توفى. نعود إلى محطة آغا. يلتحق السائق مهدي يروي لنا هو الآخر معاناته مع التصرفات غير العقلانية للمواطنين. بزاف رانا سوفري مع هذو اللي يطيروا علينا بالحجر ولا غير بزاف. عبالك تكون تسوق تكون اوبنا كونسونتراسيون تكون مش عارف على بالك شغل الخدمة تاعنا بزاف واعرة يلزم تعس كل حاجة بنادم قطع بنادم منه تكون اوبنا كونسونتراسيون حتى تطرطق عندك هنايا شغل تخطى تاع الحجرة هذه كيما يتيريها ماشي حجرة يتيري عليك روشي ما يقول يخاف يتكسر عليك الزجاج هذا يا ما يخافش عليك قاع ما حاصون هو يتيري عليك ما نحكي لكش هذيك الخلعة اللي تحكمك والريسك ثاني تاع الزجاج هذا يا الزجاج هذا عباك كيتكسر يطيح فتات صغيرة هكاك يدخل لك في عينيك يدخل لك بارتو والعين على باك سونسي بزاف الزجاج هذا يا كاباب نورمال تولي ما تشوفش بالليل او نهار تخسر لافي ديالك. منين ذاك يجي وقت بار اكزومبل زعما تنقص كاش واحد ولا مش عارف كيفك شغل تزيد تكثر كاع واش كاين مش عارف كيفك شغل هذاك بنادم اللي قاس بالترا شغل حنا قصناه بالعاني فاهم شغل زعما يفونجيو فينا يتيرينا بالحجر كونك زعما حنا قتلنا هذا بنادم بالعاني فاهمني او سا ديبون منين ذاك ما كان والو يتيري عليك بالحجر واللي تغيظك تدخل هذول يتيروا حجر يتيري بالحجر شغل دراري صغار جينيرالمون تصيبهم ناس كبار هذه هي اللي تحبس لك مخك تصيب انسان كبير نورمالمون واحد كبير يفهم على باله بلي هذا تنا تاع الشعب. ونحن ندخل محطة الحراش حركة غير عادية داخل المحطة إنه حادث مميت. قطار يدهس رجلا حاول العبور أمامه وهو يسير. الحادث الذي وقع أمامنا في محطة الحراش فتح لنا نافذة مهمة في هذا الربورتاج. الحوادث المميتة التي أصبحت كابوسا يطارد سائقي القطارات يوميا. هو سبب مباشر هو الحوادث المميتة اللي صارت يوميا في المحيط تاع القطارات.
الناس اللي ساكنين هذوك تما راهم كيفاش يقولوا ينتقموا من القطار كانه هو المسؤول. الله غالب عليهم من باب الجهل. الناس كي تكون جهله بعض الضوابط القانونيه ما تلمهاش، باسكو المجتمع ما تحركش في وقته باش يفهمهم. المدرسه ما دارتش الدور تاعها، المجتمع ما دارش الدور تاعو، الاولياء ما داروش، خاصه الناس اللي راهي ساكنه على المقربه تاع السكه. لا مبالاه، لا مبالاه يعني غراف. ولا ربما نقول لك انسان مي ان كومي ديتا يتحمل مسؤوليه، لازم والي ان شيف دو دايره ان مير لازم يتحول للمسؤوليه يتحملها. يروي لنا السائق غازي مواقفه مع الضحايا الذين دهستهم القطارات التي كان يقودها طيله سنوات عمله. مي لو دو جوان 91 ماي سي سي غرافي وهذيك لا في جو مي سوفيان طار بيان. كان دار البيت نتاعها ماشي بعيد على السكه، على كل حال ما من اللبسه اللي كانت لابستها ما بانتليش باللي صح طفله صغيره ولا حاجه، كومين كارتون. وباك انا كنت في مسافه ما كاين سرعه في المكان هذاك، فيه سرعه كنت فيه سرعه على 500 متر ما تحققتش منها، على 300 متر تحققت منها خلاص افريني ما يحكمش الفران بين 300 متر، لازم 500 متر اي بلوس باش تقدر تحبس السرعه تاع 110، لازم له 500 متر. اطروا صمات باش بانت باللي الطفله، عرفت باللي سي بون راني قصت طفله. حبطنا نجري وقلنا بالك طفله صغيره هذه ما تبانش، ممكن بالك مع الحدايد وصغيره هكذا بالك تسلك. ربي يرحمها ويعود والديها وما شابه، هذا ما كان. كل حاجه راحت وحدها. هذه الاولى. ومن بعد كاينين، كل واحد كيفاش. قصت واحد هارب من الموت، ماشي حاب يموت. قطرة تاع دم ما ساحتش منه، قطرة تاع دم. هذاك اللي يقول لك ما تموت الزرقاء ولا مانيش عارف هذاك، غير شافني صونيت له، شافني هرب. واللي باش يهرب هذه في بالكورة جاردان ديسي، باش يهرب للطريق اللي واسعة هرب للحيط، ضرب في السور عاود ولا قاس في التراب. وربي يرحمه ويسع عليه ست ناس دياف، كيفاش عاش كيفاش مات. 94 ستان كوبل في مكان ماما ما نشوفش هذاك الكوبل، على كل حال اونتر لا غاردا كا ولا غاردا الجي اللي راهم يقولوا دوكا تافوره من تما كان كاينه لا باريير يدخلوا عليها ويخرجوا، مي غير الناس اللي يعرفوها. بون ربي يرحمهم. كانوا دايرين هذاك الوقت، كانوا عندنا حنا ماشي دوكا كما دوكا الكيتمان، كان عندنا الوالكمان في زوج غارقين ودنيهم وتما كان منعطف ولا سي كوربي جوست على الكورب تلاقيت معاه وما يمشوا في وسط السكه. هادو تاني ما يسمعوش باسكو كما ماتوش، باسكو انا صوني كي خرجت من اغا، لو كان ما كانوش يسمعوا في الوسمو كانوا قادرين يسمعوا يجبدوا يروحوا للسكه الاخرى ولا يحبس حتى نجوز. هذا تاني ما ننساش. وتكرفصوا بالعباره هذه الجسم ديالو والجسم ديالها تخلطوا في بعضهم ماشي على اللبسه وعلى الوسمو باش بداو يفرقوا بها. يتوقف القطار في محطة بوفاريك، يسرع السائق إلى مؤخرة القطار ويعود رفقة هذا الطفل. شاهدوا ماذا فعل. اسمها باسرال، مشي تحت التران ما بين الترانات، أنا مانيش نشوف أنا. ماشي بين الترانات. أنا مانيش نشوف فيك أنا. يا حكمنا هذاك الصامت هذا قال لنا ما تروحوش أنتم. أنت ميت عندي، أنت راك ميت مقسوم على زوج، ترى هذا وين قطع تروح تقلب الدم تاعه. أو سيد دوك صباح قتلناه. عاد 12. عاد 12 قتلنا السيد الرايه. اصبر او الدم الدم على بالي بلي الدم الدم هاوليك في الرايه. وانا نعرف صلاحي على بالي جمعي عند هذاك اللي كان اللي هي اللي هي وتقطع لي تحت الرايه وتقطع لي تحت الرايه تحت باب الترانات. ما خلاناش عقل مصباح ما خلالكش عقل يهبل فينا. هيا معايا يكمل القطار مساره نحو البليده. يطلق السائق منبهات في كل لحظة، أشخاص يسيرون ويجلسون في كل مكان على مسار السكة غير مبالين بالخطر. واحد يقول لك صوني لي أني داخل لاكاردوكا، ها سمل هاني صونيت، قول له يبعد ما يبعدش، لازم تصوني كامل الناس. ونحن ندخل مدينة البليدة نقف على هذه المشاهد الصادمة، بناءات فوضوية
على بعد مترين فقط من السكة الحديدية. إنها فوضى بالفعل. المسافة بين السكة حتى السكان هي مسافة معرفة يعني بحيث السكان لا يتعدوا هذيك. ومش السكان فقط يعني هي السلطات المحلية هي اللي توقف هذا الزحف هدايا نحو السكة. ولكن للأسف يعني السكان وصلوا حتى للسكة يعني. والشركة الوطنية للسكة الحديدية قامت يعني بالمسؤولياتها تجاه السلطات المحلية. ومع أن المشكل شوية إلي ديليكا رانا ننتظروا يعني قيام السلطات المحلية بالواجب تاعهم نحو هذا الزحف هدايا. رغم الحملات التحسيسية المتكررة بشأن هذا السلوك الهمجي والعمل على حد من الظاهرة، إلا أنها تتصاعد سنة بعد سنة وتسقط الأرواح وتخلف عاهات مستديمة للسائقين والمسافرين، ذنبهم الوحيد أنهم كانوا داخل القطار. هذا هو الواقع إذن لمناقشة هذا الموضوع الحساس جدا كما سبق وأن قلت. أسعد بلقاء شايب حسين سائق قطار رئيسي ونقابي بوحدة الجر بالعاصمة. أهلا بك سيدي الكريم. شكرك أخ عبد اللطيف على الاستضافة هذه وقناة الجزائرية وان عامة لتسليط الضوء على المعضلة هذه اللي راهم عايشينها سائق القطارات. و هذا هو طبعا التحسس الصحفيين لأهم المشاكل الموجودة في المجتمع، ينبغي أن نكون دوما على أثارها. سيد حسين، أول سؤال يتبادر إلى الذهن، إلى متى تتوقف هذه الظاهرة، ظاهرة رشق القطارات؟ نحن نعلم جيدا أنها ليست صلاحيتكم لتوقيف هذه الظاهرة، ولكن هل من مسعى لتوقيف هذه الظاهرة مع الجماعات المحلية التي تقع على عاتقها المسؤولية الأولى؟ لا، هي هذه الظاهرة هذه باش تتوقف عندها شروط. أولتها هي الجانب الأخلاقي اللي منعدم درك، راه في انحطاط في المجتمع تاعنا. رقم اثنين هي لازم تكون إرادة سياسية من أعلى السلطة، باش الإرادة السياسية التحتانية تطبق. حتى ظاهرة مثل هذه لازم لها إرادة سياسية، يعني لماذا كل شيء ننسبه للإرادة السياسية؟ هي إرادة إدارية لا علاقة لها بالسياسة على ما أعتقد. لا، هي الإشكال المعضلة اللي عايشينها درك هي درك. لو كان تشوف الجماعات المحلية ولا الولاية ولا شاف الدائرة اللي راه بمقربة على السكة، راهم غايبين على الساحة هذه، راهم غايبين تماما على الساحة هذه. هل فيه تواصل من طرف النقابة أو فيه تواصل من طرف مديرية؟ أنا المعلومات اللي عندي شركة سيت تواصل مع كاع السلطات المحلية اللي جاية على مقربة السكة، ما كاينش تجاوب. وداير نشكر المديرية العامة تاعنا وعلى رأسها المدير العام ياسين بن جاب الله على المجهودات كاع اللي راهم يقوموا فيها باش نصحح واحد الوضع. غير كما الشركه تاعنا دارت سيمينار على الممرات اللي فوق سكا، دونك ماهوش الدور تاعها. سبقت الاحداث باسكو يشكلوا خطوره على القطار وعلى المسافر كانك على المواطن. الممرات اين ينبغي ان تكون الممرات اذا؟ لا، كاين ممرات خطيره اللي لازم تتضافر جهود الولايه والدائره وكاع البلديات باه تحول الى انفاق يعني، ولا تتحول بالطبع. الخطوره موجوده على اي مستوى؟ يعني في ارتفاعها على مستوى القطار لما يكون سائر في السكه الحديديه؟ هي الشرط الوحيد درك هي لازم نفرقوا نمنعوا هذاك لاكوابيتاس وهذاك التخلاط اللي راهو صار يدرك دوك. باسكو يعني على جنبات السكك الحديديه المنظومه العصريه دوكا راهي تتجنب كاع الممرات، تتجنب بزاف امور المنظومه الحضاريه كما دوك مثلا في فرنسا ولا في انجلترا ولا في الدول المتقدمه راهم ينحوا الممرات، راهم يديروهم انفاق ولا يديروهم وعلاه تحسبا وتجنبا الاحداث الحوادث. سائق القطار كيف يفسر ظاهرة الرشق بالحجارة ببساطة؟ لماذا هي موجودة؟ شوف، رشق بالحجارة عندها السبب الرئيسي هو سبب أخلاقي، هذا مفروغ منه.
سبب أخلاقي أول. أخلاقي أخلاقي بحث. لكن سبب آخر؟ وعندها بعض الجوانب وبعض الأسباب، منها كاين بعض الأماكن وين يصراو حدث حوادث مميتة، كي صراو حوادث مميتة بعض السكان من تما ينتقموا على القطار كأنه هو السبب على الحادث هذاك اللي صرا من قبل نهار من قبل ولا سمانة من قبل ولا أنا قلت لك هي الكثافة السكانية اللي راهي زادت على محاداة السكة. نعم. واللي غير قانونية، غير قانونية وتكثرت بكثير. يعني أنت تقول ربما أو تلمح إذا حاولت مثلا الجماعات المحلية إلى نقل التجمعات السكانية الموجودة بمحاذاة السكك الحديدية قد تنقص الظاهرة بشكل كبير؟ أولا كان قانون، إحنا عندنا القانون يقول لك ممنوع تبني عند محاذاة السكة على مسافة 27 متر، هذا قانون عالمي ما هو نعم. جزائري عالمي. نعم. وعلاش يديروا على 27 متر؟ ولا قدر الله قطار يقدر ينحرف على السكه تاعو ما يكونوش اضرار جسمانيه على حفاظا على ارواح وحتى ماديه يكون يعني بعيد على طبعا سهرتنا لا تزال متواصله. الان سنتطرق الى موضوع حول السياحه التونسيه، حيث اصبحت تونس الملاذ واهم وجهه سياحيه للجزائريين صيفا وشتاء، واصبحت هناك حمله اعلاميه كبيرة يقودها ديوان السياحة التونسي بالجزائر لاستقطاب الجزائريين وتوفير ما لا يتوفر لهم أثناء العطل في الجزائر. برنامج القصة وما فيها أعزائنا المشاهدين رافق الديوان في آخر حملة إعلامية له، نشاهد هذا الروبورتاج ثم نعود. نحن في شهر نوفمبر، الرحلة إلى تونس لا تستغرق جواً سوى ساعة من الزمن. الخطوط الجوية التونسية توفر لك ساعة طيران مريحة، وصلنا تونس. أول محطة تقودنا إلى هذا المعلم الأثري هو متحف قرطاج. هنا يعود بك الزمن إلى حضارة غابرة، حضارة قرطاج. دونك سكون فو هادي لا سو سول دي تاع سيت بارتي لا دونك du rez-de-chaussée jusqu'au toit, 25 mètres, plus les 5 mètres du sous-sol. Donc en tout, 30 mètres de hauteur. Imagine, monsieur, monsieur, vous savez combien de la superficie de la terre ? 3 hectares, 30 000 mètres carrés. معالم أثرية يعلوها هذا المبنى، هي كنيسة قديمة. ترجمة
متحف قرطاج وتوجهنا إلى سيدي بوسعيد أعالي تونس. أزقتها تشبه وإلى حد بعيد قصبة الجزائر العاصمة. حركية كثيفة للسياح الأجانب بهذا المكان. هم يستمتعون بالمباني العتيقة. مباني يعود تاريخ إنشائها إلى الحقبة العثمانية. منظر البحر من هنا أكثر من رائع. لا يمكن الحديث عن السياحة في المغرب العربي وشمال إفريقيا دون الحديث عن تونس. قد يقول البعض إن السياحة في تونس لا تصلح سوى صيفا، غير أن الواقع يؤكد عكس ذلك. وما هذه الجموع من السياح الأجانب الآتين من بقاع الأرض المختلفة إلا دليل على ذلك. ياسمين الحمامات واحدة من المناطق التي يقصدها الجزائريون بكثرة. هنا تجد كل وسائل الراحة والاستجمام، فنادق فخمة بمواصفات عالمية. البادرة مركب سياحي متكامل. كما قلت لكم ça fait partie de leading hotels of the world. C'est un label de luxe qui comporte des centaines d'hôtels dans le monde luxueux. La Badira est ouverte depuis décembre 2014. Il est composé de 130 suites. Comme on est sur une pointe, donc de droite et de gauche, on voit que les suites. داخله تأسرك غرفه. ومسابحه وشاطئه. Généralement, c'est les voyages de noces qui viennent parce que c'est très calme, c'est très sobre. La décoration, elle est très raffinée, c'est très feutré. L'endroit aussi, il est romantique. Vous allez voir comme on est sur un point, donc on a la barche à l'Ibhar, donc c'est magnifique.
انك اللي يحبوا السفر، يحبوا الاكتشافات، يحبوا اكتشافات مناطق جديده في تونس، يخليهم تقريبا متواجدين في كل الجهات التونسيه، متواجدين بطبيعة حسب تطلعاتهم وانتظاراتهم. هنالك العائلات الجزائريه تحبذ مناطق سياحيه معينه، هنالك الشباب الجزائريين يحبوا يحبذوا مناطق اخرى. ويؤكد أن لا منافس في استقطاب السياح الجزائريين سوى السياحة الداخلية في الجزائر. اعتقادي وهذا أكيد وثابت كون السياحة الجزائرية الداخلية هي أول منافسة للسياحة التونسية، باعتبار اللي كونه اليوم اللي لمسناه كونه عدد كبير من المؤسسات السياحية الجزائرية اللي تم إنشائها، هنالك تحسينات كبيرة في النزول الجزائرية اليوم. تشوف العروض تاع ويكاند الاسفار الجزائريه على شبكه التواصل الاجتماعي على الجنوب الجزائري اللي متواجده بكثره. لا يمكنك أن تقصد سوسة دون أن تتوجه إلى مرسى القنطاوي. هو من أهم المشاريع السياحية الناجحة في كل تونس. ميناء للاستجمام وفضاءات للراحة وغيرها. مرسى قنطاوي محطة سياحية مندمجة تحتوي على ميناء ترفيهي 360 حلقة، 360 يخت وبواخر ترفيهية وتجارية من كافة أصقاع العالم متواجدة على مدار السنة بمرسى قنطاوي. مرسى القنطاوي المكان الترفيهي السياحي الرمز. المحطة السياحية مرسى قنطاوي توفر كل ما يحتاجه الحريف، توفر كل ما يحتاجه الزائر التونسي والأجنبي هنا في سوسة. على بعد أقل من 15 كيلومتر توجد المنستير، مدينة ملهم التونسيين. إنه الزعيم الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس المستقلة. قد يخيل لكم أن هذا مسجداً، لكنه غير ذلك. إنه ضريح بورقيبة، هنا يرقد الزعيم التونسي وكل أفراد عائلته. دخلنا هذه الحجرة المفتوحة فوجدنا ما كان يلبس بورقيبة وكل صوره مع زعماء العالم. لنلمح صورته مع الرئيس الراحل هواري بومدين. تركنا المنستير وقصدنا المهدية، المدينة الهادئة. مرحبا بكم بحضنا في بيروستار والمنصور المهدية في تونس. Les hôtels sont grands au niveau de la superficie, les chambres sont spacieuses, les activités le barra, une plage magnifique, ça c'est connu, معروف المهدية معناتها c'est une des meilleures plages في تونس. La ville elle est très calme, elle est très riche du point de vue histoire aussi. السياحة في المهدية محرك هام لقطاعات عديدة. السياحة بجهة المهدية يمتاز مكانة هامة وكبيرة في الحركة الاقتصادية من حيث قيمة الاستثمارات، من حيث استقطاب مواطن شغل، وخاصة من حيث مداخيل العملة الصعبة. ويعتبر قطاع السياحة بجهة المهدية هو محرك أساسي لعديد من القطاعات كما الفلاحة، الصناعة، وقطاع الخدمات بصفة عامة. المهدية لا تعد وجهة أساسية للجزائريين بالمقارنة مع سوسة والحمامات،
وهو ما دفع ويدفع مسؤولو السياحة بهذه المنطقة للعمل في اتجاه جلب السياح الجزائريين. الخطة الوطنية الجديدة متاعنا في جهة المهدية هو التعريف أكثر بالنسبة للمهدية لإخوانا الجزائريين. من عامنا والسنة ثم عديد كسوا نيفو دو لا بريس ونيفو دو ليزاجونس دو فواياج قاعدين برشا يجيو للمهدية للتعريف أيضا بالمهدية، أولا بالمهدية واثنين بور لا فونت دو لا ريجيون دو مهدية. المهدية بالاس واحد من أفخم الفنادق هنا بالمهدية، يقصده سواح كثر. Zehn Mal nach Tunesien. In Tunesien? Yes. Notfallarzt? Nein, nein, auch schon und Suez, Port El Kantaoui, wo waren wir noch? Suez, Hammer, hier Hammamet, genau, Jasmin. Und wir sind sehr, sehr zufrieden. Deswegen kommen wir immer wieder. Im Jahr kommen wir zwei, dreimal hierher. هذه مسؤولة مركز التلاصو بالفندق. مرحبا بكم ضيافنا الجزائريين في تلاصو مهدية بالاس باند كنايب. تجول بنا مختلف أقسامه، الحمام، غرف المساج وغيرها. مركز للراحة الجسدية والفكرية بمراقبة طبية دائمة. الهيجينيست سنتر تلاسو مراقبة جودة المياه يعني البسين وكل ما هو نظافة في السنتر ومراقبة الهيجين بيرسونيل يعني الهيجين العمل اللي يخدمون هنا. لا يمكنك زيارة تونس دون أن تقصد أسواقها، وهذا واحد منها. هنا يباع كل ما يرمز إلى تونس. ست سنوات كانت عصيبة على تونس، إلا أن ما مر عليها لم يكن ليزيحها عن عرشها، عرش متربعة عليه منذ أمد بعيد، بتاج جعل منها ملكة السياحة في ربوع شمال إفريقيا. لمناقشة موضوع السياحة أو الاحتلال التونسي للجزائر سياحياً، أسعد بلقاء السيد فؤاد الواد مدير مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسي بالجزائر. أهلاً بك سيدي الكريم. أهلاً وسهلاً ومرحباً وشكراً على الاستضافة، وشكراً لقناة الجزائرية وان اللي تبعتنا معنا في الحملة الإشعارية الأخيرة. أنتم مرحب بكم الإخوة التونسيون في الجزائر في كل مناسبة. بارك الله فيك، شكرا. سيد فؤاد، ما هو سر هذا الاحتلال السياحي الحقيقي لتونس الجزائريين؟ يعني الجزائري ربما لا يفكر في كل عطلة في وجهة أخرى قبل تونس، ما هذا والله السر؟ شفنا سنة 2017 هدنا قدوم قرابة 2,500,000 سائح جزائري إلى تونس، إثناء إلى حدود موفى شهر نوفمبر قرابة 2,300,000 سائح جزائري اللي جاوا لتونس. يعني المعدل فوالا، وفي العادة تقريبا يكونوا أكثر من 300,000 سائح جزائري خلال شهر ديسمبر، معناه خلال العطلة الشتوية ونهاية السنة الإدارية. بطبيعة الحال القرب العام للقرب بطبيعة الحال الجغرافي اللي يسمح معناها للجزائري باش يتنقل معناها بكل حرية الحقيقة وبكل أريحية معناها إلى تونس. العادات والتقاليد، اللغة، الدين، العادات نتاعنا، التقاليد نتاعنا، لا توجد أيضا خدمات دبلوماسية، خدمات ممتازة زادة وأسعار مناسبة معناها لتقبل الخدمات هذه. بطبيعة الحال احنا في الاستراتيجية نتاع وزارة السياحة وأصحاب المهنة معناها في تونس سواء النزل أو وكالة الأصفار اللي معناها يقدموا المنتوج اللي يليق بالسائح الجزائري، فما المنتوج العائلي، فما العديد من العائلات الجزائرية اللي معناها تحبذ اللي تكون في منتجعات معناها عائلية واحد، وفما الشباب بطبيعة الحال الجزائري اللي يقبل معناها على نوعية أخرى
من السياحة هي سياحة الشباب. نعم، لكن 2.5 مليون يعني سائح جزائري في تونس في 2017 وتقريبا نفس النسبة، أليست النسبة ضئيلة مقارنة بالأعوام الماضية 2016 و2015 وحتى 2014؟ لا بالعكس، ما تراجعتش؟ بالعكس، عمال نمشي ونقدموا. احنا 2016 كانت في حدود 1.8 مليون، 2017 جوز 2.5 مليون، كانت 2015 في حدود 1.3 مليون، والسنة إن شاء الله نوصلوا معناها إلى 2.6 مليون سائح جزائري خلال سنة، بطبيعة الحال نهاية سنة 2018. كما قلت لك معناها سائح جزائري يلقى روحه في حرية، معناها الحقيقة يلقى روحه معناها يدخلش عليه في الجزائر، يلقى خدمات ممتازة، أسعار مناسبة، هذا الكل معناها اللي يشجع السائح الجزائري معناها باش تكون الوجهة السياحية التونسية هي الوجهة المفضلة. السائح الجزائري عنصر مهم جدا معناها في السياحة التونسية، قرابة 30% يمثل من السياحة التونسية. احنا إلى موفى شهر نوفمبر شهدت تونس قدوم قرابة 7.5 مليون سائح جزائري. 30% منها، 30% منها معناها هي بالنسبة للأشقاء الجزائريين. احنا حتى توا في تونس ما عادش نقولوا سائح جزائري، نقولوا الشقيق الجزائري. صحيح فما عودة للأسواق الكلاسيكية على غرار السوق الفرنسية، معناها اللي أكثر من 700,000 سائح فرنسي لحد الآن معناها زاروا تونس. السائح الروسي تقريبا في المرتبة الثانية والثالثة بعد الجزائر وفرنسا ب 600,000، ثم الفرنسيين بأكثر من 200,000، وعودة للسوق البريطانية بطبيعة الحال أكثر من 100,000 بعد مقاطعة معناها والأحداث المؤسفة اللي صارت سنة 2015 بالقنطاوي. هل يعني ما هو أيضا سر عدم تأثر الجزائري بالأحداث الأمنية التي وقعت في تونس، سواء في شوارع برويبة أو خاصة العمليات الانتحارية؟ ما السر أن الجزائري تمسك بتونس برغم بين قوسين رداءة الأحوال الأمنية في قلب العاصمة؟ لا، وقتها بعد سنة 2015 وبعد الضربة هذيك في خلال شهر جوان 2015 هي فما هيبة الحقيقة، هبة معناها من السائح الجزائري. حتى وزير السياحة حتى في الفيسبوك، حتى وزير السياحة قال سنساند يعني من غرائب الأمور يعني. لا لا، هذيك هو التضامن. صحيح، الشقاء والتضامن نلقاو رواحنا وقت اللي فما اشكال، وقت اللي فما مشكل، شكون باش تلقى؟ ما تلقى كان الانسان اللي صحيح. يحبك الانسان اللي معناها يحس عليك الانسان. علاش نقول لك راه فما امور بين الجزائر وما بين تونس تتجاوز الناس الكل، فما دماء مختلطه بين الجزائر وبتونس، فما توا نسب معناها فما جزائريين ماخذين توانسة وتوانسة ماخذين من الجزائر. صحيح. معناها اختلاط هذا الكل، معناها احنا نقول وراء فما شعب واحد. صحيح. يعيش في زوز بلدان. حتى هي الحقيقة، حتى اللهجة في المناطق الشرقية في الجزائر، اللهجة، الأكلات، العادات، التقاليد، يعني ايش قلت لك، احنا راهو شعب واحد يعيش في زوز بلدان، معناها وان شاء الله يجي نهار معناها ويتحل معناها اللي بالبطاقة تعريف وتولي، علاش ليه معناها انا ندخل للجزائر كتونسي بطاقة تعريف، الجزائر يدخل تونس بطاقة تعريف، إن شاء الله نوصلوا هذايا، وإن شاء الله العلاقات معناها الدعم أكثر معنا السوليتيران خاصة في المجال السياحي. وشهدنا قدوم السيدة الوزيرة السياحة والصناعة التقليدية خلال شهر أكتوبر معناها بمناسبة السيتي في الصالون الدولي للسياحة، وفما اتفاقية شراكة اللي توقعت معناها بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية في تونس ووزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر، معناها إن شاء الله باش تكون في عديد المجالات، في مجال التكوين، خلق مسالك سياحية جديدة بين زوز بلدان، علاش لا معناها نكونوا فما الكوميرسياليزاسيون معناها تكون ما بين تونس والجزائر في الصالونات الدولية، علاش لا؟ مناطق صحراوية في تونس لكن غير مستغلة، غير مستغلة. لا مستغلة يعني. مستغلة والسياحة يعني الجزائري لما يروح لتونس يروح يعني يحبذها كوجهة في الصيف يعني أكثر منها في الشتاء. النسبة الكبيرة اللي تروح خلال الموسم الصيفي خاصة على خاطر فما راهو زاد العطل المدرسية معناها المهمة اللي هي خلال الصيف. صحيح. لكن توا السائح الجزائري نقول لك شهر نوفمبر أكثر من 200,000 سائح جزائري اللي دخلوا لتونس، معناها توا متواجدين على طول السنة السياح الجزائريين، خاصة اللي استراتيجية بتاع تونس معناها هو تنويع المنتو السياحي، باش ما عادش نحكيو على موسم سياحي، احنا نحبوا نحكيو على سنة سياحية. نعم. وكي نحكيو على المنتوج السياحي معناها نشوفوا خاصة معناها السياحة الكلاسيكية اللي هي السياحة الشاطئية، سياحة المعالجة بمياه البحر، وتونس تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا. تالاسوثيرابي، سياحة والسولجان كيف كيف ملاعب الجولف، وهي خاصة طول فترة من شهر أكتوبر إلى ماي هي الموسم الذروة بالنسبة للمعالجة بمياه البحر والسولجان. نشوفوا العديد من الفرق الجزائرية توا حاليا متواجدين
معناها في تبرقه وعين درام اللي يقوموا بالتربصات نتاعهم معناها غادي. فما نوادي رياضيه فما اربع نوادي رياضيه لتو المتواجدين، وهذا في اطار معناها التنويع المنتو السياحي وخاصه السياحه الرياضيه، السياحه الثقافيه بطبيعه الحال، والسائح الجزائري ولا معناها يحب يشوف يشوف معناها قرطاج، يحب يشوف المتاحف، يدخل المتاحف، يدخل المعالم الاثريه التونسيه، وهذا معناها عنصر مهم بالنسبه للسائح الجزائري. علاش قلت لك القى راحته، القى المنتوج اللي يلائمه بطبيعه الحال ومعاه اسعار مناسبه اللي تخلي معناها العائله السياحيه معناها تتشجع وتروح لتونس. سيد فؤاد الواد، ربما انا شخصيا لاحظت مؤخرا فقط ظاهره يعني الاعلانات لي غون زافيش الموجوده عبر مختلف الشوارع بمدن قريبه من العاصمه وحتى بمدن داخليه في الجزائر. توجه جديد هذا، كيف يعني قررتم ان تضعون يعني اعلانات كبرى؟ الان خرجتوا ديوان السياحه التونسي في الجزائر، يعني خرج على الطرق الكلاسيكيه اللي هي الجريده، الاعلان في الجريده والتلفزيون. هل من اجل مضاعفه الحمله الاعلاميه ام لاحساس ما ربما هناك نقص في الكم السياحي الجزائري نحو تونس؟ لا، هو مش نقص في الكم بطبيعه الحال، احنا كما قلت لك في اطار التنويع المنتو السياحي نحبوا معناه السائح الجزائري يجي طول السنه. معناه السائح الجزائري تو الحملات كانت مقتصره على الاسواق الاوروبيه، قوم بها معناه الديوان الوطني التونسي للسياحه باوروبا، لكن السائح الجزائري هو اللي قل معناها الاهتمام، واهتمام معناها الوزارة السياحة التونسية، واهتمام أصحاب المهنة من نزل ووكالة أصفار معناها بقيمة السائح الجزائري. الحقيقة كما قلت لك معناها سنة 2015 كانت فما نوعية من المحبة والغيرة على تونس اللي تهيفته معناها، ومن وقتها بدأ الفلو تاع السياحة الجزائرية يتكاثر أكثر فأكثر. معناها احنا نحب نقولوا له هاو السياحة في تونس، مش كان السياحة الكلاسيكية، أو فما التنويع المنتوج، فما سياحة السولجين، فما السياحة الصحية، فما سياحة الثقافة، فما هذوما الكل معناها نحبوا نوصلوا أكثر ما يمكن معناها للجزائري. نعم. معناها سواء معناها عن طريق التلفزيونات، سواء عن طريق الإعلانات هذه، أو توا بطبيعة الحال توا عند الشباب معناها التوسكي فيسبوك وتويتر وهذوما، قمنا بحملات زادة عن النوعية هذه، وهزينا حتى دي بلوغور معناها من الجزائر. نعم. معناها قاموا برحلة معناها وسياحية، معناها جولة سياحية في تونس للتعريف بالمنتوج السياحي التونسي. صحيح. فقط إذا كان سؤال فقط ما يحرش سيد فؤاد الواد، ما هي ميزانية هذه الحملة الإعلامية التي يخصصها الديوان في الجزائر؟ يعني هل يمكننا الاطلاع على المبلغ إذا كان ممكن؟ والله تقريب تخصيص تقريب 400 ألف أورو معناها للحملة الإشارية في شهريا فقط. سنويا 400 ألف أورو سنوياً، يعني تقريبا نصف مليون أورو تقريبا. أي تقريبا سنويا تقريب. الآن هل فيه توجه نحو مدام المغرب هو دولة سياحية أيضا قوية جدا في المنطقة، وتونس أيضا، الجزائر ضعفها واضح لا يخفى على أحد، هل فكر مثلا التونسيون وزارة السياحة في تونس إلى سياحة مغاربية لجر ربما المنطقة بأكملها كمنطقة استقطاب سياحي في شمال إفريقيا؟ هل فيه الفكرة، على الأقل الفكرة موجودة؟ يظهر الفكرة توا مازالت مش مطروحة، ما إن شاء الله علاش ليه نخدموها مع بعضنا. معناها كما فما توا علاقات ممتازة بين تونس والجزائر معناها في هذا المجال، علاش ليه معناها كاتحاد مغرب عربي معناها نقوموا باستراتيجيه جديده معناها الاستقطاب، معناها الاستقطاب السائح وخاصه البلدان البعيده. معناها يولي ينجم يكون معناها عنده المغرب، عنده تونس، عنده الجزائر، واحنا ماشيين بين تونس والجزائر، علاش لا؟ معناها وخاصه بالنسبه للسوق الصينيه ان شاء الله نلقاو الميدان والمجال المناسب باش تكون معناها حتى سائح صيني كي يجي معناها ينجم يجي للجزائر ويقعد اربع ايام في الجزائر، وينجم من بعد يتعدى لتونس اربع ايام، وهكاكا معناها فما تكون كومبيني معناها دبل تاتش معناها ما بين الجزائر وتونس بالنسبه للاسواق البعيده كما السوق الصينيه. السوق الصينيه توا معناها احنا في تونس فما زياده معناها على الوجهه السياحيه التونسيه ب 35% تقريبا، اكثر من 25 الف سائح صيني توا اللي جاوا لتونس، وهذا معناها عنصر مهم بالنسبه للسياحه. رائع جدا، نتمنى كل التوفيق للديوان الوطني للسياحه التونسي في الجزائر. ربما اخر سؤال سيد فؤاد الواد، وزير السياحه الاسبق عمار غور كانت له
ربما شجاعها من أجل دعوة الجزائريين بعد الحوادث الأليمة التي شهدتها العاصمة تونس للهبة، هبة رجل واحد نحو تونس من أجل رفع مستوى السياحة في تونس لما قرر الأوروبيون ربما مقاطعة تونس في ذلك العام. هل يستطيع فؤاد الواد أن يدعو التونسيين للسياحة في الجزائر؟ بطبيعة الحال، وهذا إيش قاعدين نقوموا به زاد. نعم. ونعطيك رقم اللي أكثر من 1,300,000 سائح تونسي اللي دخلوا للجزائر، وهذا رقم بغرض تجاري أو في أول. لا إيش أقول لك، السياحة هي السياحة هي أنواع كل متكامل. صحيح. هو اللي يقضي يعني حسب الـOMT الأورغانيزاسيون مونديال توريزم اللي يقضي أكثر من 24 سائح 24 ساعة معناها خارج صحيح. حدود الوطن نتاعو يعتبر سائح. لكن علاش نقول لك، لكن عنصر السياحة التجارية أو الشوبينج راهو عنصر مهم على صحيح. خاطر السائح ينفق أكثر، وبطبيعة الحال اللي باش يجي للشوبينج النوعية هذه نتاع السياحة باش يسكن في نزل، باش يستعمل وسائل نقل، باش يستعمل المطعم معناها المطاعم السياحية وهذا الكل معناها يخلي صحيح. اللي سائح يدفع أكثر. لكن هنا يلزمنا نحضروا روحنا، يلزمنا نحضروا نعطيو زادة احنا منتوج للسائح التونسي. علاش لا معناها تكون فما ما بين السياحة الشوبينج أو السياحة التجارية والسياحة معناها نزوروه يزوروا المناطق والمعالم الأثرية والتاريخية والمتاحف اللي تسخر بها معناها الجزائر الشقيقة ومناظر معناها طبيعية خلابة وممتازة جدا. شكرا جزيلا سيد فؤاد الواد مدير مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسي بالجزائر، شكرا جزيلا على تلبية دعوة برنامج القصة وما فيها. شكرا لكم أخ عبد اللطيف. شكرا جزيلا. شكرا. أما الآن أعزائنا المشاهدين أترككم تطلعون على أهم التعليقات التي جاءت حول موضوع الأسبوع الماضي كان حول الدفع الإلكتروني. جئنا إلى ختام البرنامج أعزائنا المشاهدين في عدد اليوم من برنامج القصة وما فيها، أضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل بإذن الله في نفس التوقيت. سلام.